أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المباشر من قناة العيون الجهوية. اليوم يخلد الشعب المغربي ذكرى عيد الاستقلال، فبعد نفي المغفور له الملك محمد الخامس طيب الله ثراه وعائلته إلى جزيرة مدغشقر من طرف سلطات الحماية، عمت أجواء الحزن أعلى المغاربة، أجواء لازال سكان الصحراء يتذكرون تفاصيلها وكذا تفاصيل الفرحة التي عمت البلاد بعد عودة الملك إلى أرض الوطن. من مدينة الداخلة ربورتاج حول تاريخ حدث نفي وعودة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه ووقعه على المواطنين آنذاك، وبداية الاستقلال الذي انطلق مع عودة الملك إلى وطنه. محمد الروزي ومحمد يتاز. 20 أغسطس سنة 53 900 وألف تاريخ يسجله المغاربة ضمن خانة الأحزان، أحزان أشعلها قرار سلطات الحماية تنفيذ مؤامرة نفي المرحوم الملك محمد الخامس إلى جزيرة كورسيكا ومنها إلى مدغشقر بالأقاليم الجنوبية للمملكة. الصحراويون يتذكرون الحدث ويتذكرون صور الأحزان التي خيمت على الجميع طوال مدة غياب قائد البلاد آنذاك. وقبل محمد الخامس الناس تأسفت عليها وخلق فيها ياس من الاعتكار ومن المسائل، ومنين انطلص الحمد لله فرحت الناس ونشطت. محمد الخامس منين تلاو يقدره فرنسا يقبضوه، خلق حزن في الناس وخلق البكاء وخلق شيء شديد. كانت مشاعر حزن وأسى وندم وغلق وتوتر عاشت الناس تلك الفترة كاملة، بهاللي تعتبره هو رمز البلاد وبيتعتبره هو الأب الروحي لها. 16 نوفمبر من سنة 55 900 وألف تحولت الأحزان إلى أفراح، وعاد أمل الاستقلال بعودة المرحوم الملك محمد الخامس إلى المغرب من منفاه. من مشى وشراجع جاب له هذا الدور، جاب له الاستقلال، وقامت شورو كاملة الصحراء كاملة اللي اليومات اللي يحزها اليوم يتوسع وتحزها المغرب ويحزها سبانيا ويحزها كلها، وجات شيوخها كاملة كلها انطلقوا من بلدو. وعودته كذلك كانت عودة ميمونة للبلاد، بالنسبة للحقيقة كانت مثابة سنغولها، كانت مثابة حدث كبير، والحقيقة أردت للشعب المغربي عامة والصحراء بصفة خاصة. ومنين جاء الحمد لله فرحة الناس ياسر من الفرح اللي ما قد نعبر عنه، قالوا ما الكلام ما علوا قاعمة، قالوا هالقومية غير فرحت به الناس وقاسوا كبار من هوناتي. عودة ملك البلاد من منفاه كانت البداية لحراك شعب وملكه نحو ثورة لا يدخل في قاموسها إلا شهادة والاستقلال. فاكتملت شمس الأخير سنة 56-900 وألف، سنة انطلق معها مسلسل من التنمية والتطور مع اكتمال الوحدة الترابية، مسلسل يجعل المواطن العمود الفقري في كل تنمية. وعلاقة بنفس الموضوع، يعتبر المقاوم محمد أبو الحقوق أحد أعلام النضال والجهاد ضد الوجود الاستعماري بمنطقة أيت بعمران، الرجل الذي يعد حاليا عميد المنتخبين الجماعيين على المستوى الوطني. كانت له صولات وجولات في محطات وطنية خالدة، رصد جانبا منها ربورتاج حافظ محضار وخالد تريكسي. محمد أبو الحقوق أحد القيادات الميدانية بفصائل المقاومة التي تزعمت العمليات الجهادية ضد الوجود الإسباني بمنطقة أيت بعمران، واليوم علامة مضيئة في تاريخ النضال والكفاح الوطني من أجل استكمال الوحدة الترابية للمملكة. يتذكر هنا لحظات مشرقة عقبت بزوغ فجر الاستقلال بعودة المغفور له محمد الخامس من المنفى إلى أرض الوطن. العودة ديال محمد الخامس من المنفى، من العودة ديالو حيث بعمران، كبير وصغير نساء ورجالا داروا الحفلات، كل قبيلة دارت الحفلة ديالها، من القبائل ديال حيث بعمران كلهم فرحوا بالعودة ديال محمد الخامس وفرحوا بالاستقلال ديال المغرب. لذلك الحمد لله داروا الناس واحد العدد ديال الحفلات، كيقولوا يحيى محمد الخامس، كيفشوا على الصور ديال محمد الخامس فين يجيبوهم، وكيجيو هنا سريا. كاين اسبانيا ممنوع تبان الرايه ديال المغرب
وممنوعش بنت التصويره ديال محمد الخامس وتصور صغارات اللي مسا الكلميم ولا اللي مسا التيزنيت ولا مسا الدار البيضاء يزيد التصور ديال محمد الخامس. عودة المغفور له محمد الخامس من المنفى حدث شكل حافزا قويا لقبائل إتبع عمران لتصعيد عملياتها العسكرية ضد المستعمر الإسباني الذي لم يقوى على تحمل شراسة أشكال المقاومة النموذجية التي اعتمدتها قبائل المنطقة. جمعات المقاومين اللي في فني، جمعات المقاومين اللي على براد اللي فني، وجمعات المقاومين اللي في القبائل ديال إتبع عمران. كاين من المقاومين كاين غير في الجامع، كيتغدى عند الفخيه وكيتعشى عنده وكان مخمم باع، ولكن المدارس العتيقه ديال إتبع عمران والجوامع ديالهم لعبوا واحد الدور مهم في القضيه ديال الاستقلال ديال المغرب والمقاومه. الفقهاء اللي كاينين ديك الساعه في الجوامع وكاينين المدارس العتيقه كيكونوا فيهم المقاومين حتى الليل وكيديروا العمليات. ملي كتزال العمليات صبرني ما بقي صبرت. اذا اشنو بقى؟ بقى المجابهه. جا الشهر 1957 تنظم فيه الجيش الخياط الرحي، تنظم فيه الفراخي ديال الجيش، وتعمل واحد الليله في الفجر ديال نهار واحد السبت باش كلشي المراكز يحتل لهم الجيش، وفعلا وقع الهجوم وانتصروا فيه الناس ديال جيش التحرير. بعد سنوات من الكفاح المسلح انخرط محمد ابو الحقوق في مسلسل التنميه المحليه وذلك ببلدته الاصليه، حيث يواصل رئاسة المجلس القروي لجماعة تينغرفا منذ العام 1962 علاوة على انتخابه على رأس المجلس الإقليمي للمقاومة وجيش التحرير بإقليم سيدي فني، عرفانا بما قدمه الرجل من تضحيات جسام للإسهام في تحرير البلاد. إلى طنطان، حيث أشرف عامل الإقليم بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال على مراسيم تحية العلم بساحة عمالة الإقليم، وذلك بحضور السلطات المدنية والعسكرية والمنتخبين وفعاليات تمثل المجتمع المدني. كما تم الترحم على شهداء المقاومة من أجل عزة الوطن. وبمدينة سمارة وبمقر عمالة الإقليم وتخليدا لذكرى عيد الاستقلال، أشرف عامل الإقليم بحضور السلطات المدنية والعسكرية والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني، أشرف على مراسيم تحية العلم. كما نظم حفل استقبال على شرف المدعوين تخللته كلمات تغنت بهذه المناسبة الوطنية. الأنشطة الرسمية المنظمة بمدينة بوجدور في إطار الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال تميزت بإعطاء الانطلاقة للعديد من المشاريع التنموية بعدد من أحياء المدينة من أجل محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري، وذلك بدعم من المبادرة الوطنية لتنمية البشرية وبشركة مع بلدية بوجدور، إضافة إلى مشاريع أخرى ممولة من طرف عدد من الشركاء التنمويين. في تغطية بريغين العروسي محمد شارع. ممثل السلطات المحلية والمنتخبون وفعاليات مدنية وعسكرية يتقدمهم عامل الإقليم في تحية العلم صباح اليوم بساحة عمالة الإقليم. بعد ذلك توجه الجميع إلى حي الوحدة لإعطاء انطلاقة أشغال بناء طرق حضرية بذلك الحي. العملية شملت أيضا حي علال بن عبد الله وحي السلام مولاي رشيد، مشاريع تجاوزت تكلفتها الإجمالية 5 ملايين درهم، وبتكلفة 800 ألف درهم أعطى الوفد الرسمي انطلاقة أشغال الإنارة العمومية بشارع رقم 17، وذلك في إطار تقوية وتعزيز الإنارة العمومية بالشوارع الرئيسية، وفي إطار المجهودات الرامية إلى منح أزقة وشوارع المدينة رونقا خاصا، أعطى الوفد انطلاقة أشغال تكسية الطرق الحضرية بالإسفلت بحي النهضة بتكلفة مالية تقدر ب10 ملايين درهم. هذه الأحياء داخلين في التنمية البشرية في الأحياء يعني الهشاشة، اللي قد يكونوا كذلك التكلفة ديالهم كما قلت لكم 5 مليون درهم، اللي قد يكون فيها الزفت والبوردورة. بحول الله وقوته 2013 مدينة بوجدور القديمة كلها بأحيائها كلها قد تكون مغطية بالزفت
وبالتطوارات وبالبوردوره، وتكون يعني مدينه نظيفه عاريه من كل مناظر يعني الهشاشه. من بين هذه المشاريع هناك مشاريع هامه اللي كتهم المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، وهي عباره عن اربعه مشاريع تنجز في اطار برنامج محاربه الاقصاء الاجتماعي بالوسط الحضاري. هذه المشاريع بطبيعه الحال تهم الاحياء المستهدفه وتركز بشكل خاص على البنيه التحتيه، خصوصا الطرق، لان الطرق كانت من بين الاولويات التي عبروا عليها السكينه ديال الاحياء المستهدفه. مشروع الاناره العموميه للشارع رقم 17 المتواجد امام المركب الرياضي، قيمه المشروع او تكلفه المشروع تقدر بحوالي 800,000 درهم، وهو ممول من طرف مصالح جهه العون بوزاره الساقه الحمراء. وتم هذا المشروع انجاز شبكه الاناره العموميه على طول تقريبا 850 متر طولي، والهدف من هذا المشروع هو تعزيز وتقويه الاناره العموميه بشعر رئيسي المدينه. وبتراب الجماعة القروية الجريفية ومن أجل تحسين مؤشرات السلامة الطرقية، أشرف عامل الإقليم على عملية تدشين الطريق الغير مصنفة الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 1 ومنطقة أوزوالت الساحلية على طول 6 كيلومترات، وذلك في إطار البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية. المشروع تطلب إنجازه غلافا إجماليا يقدر بأربعة ملايين درهم. يبلغ طول هذه الطريق 6 كيلومترات فاصلة 263، وقد كلف هذا المشروع حوالي 4 ملايين فاصلة 200 ألف درهم. وهذه الطريق تتكون من قارعة ذات 4 أمتار وأكتاد ذات مترين، ويدخل بناء هذه الطريق في إطار البرنامج الوطني الثاني للطرق بالعلم القروي. تدشين طريق غير مصنفة تقريبا شي 7 كيلو ولا 8 كيلو، فك العزلة عن الجماعة القروية. أنشطة عدة تنظم تخليدا لذكرى الاستقلال ومواكبة كذلك للمسار التنموي بهذه المدينة التي شهدت طفرة تنموية على امتداد السنوات الأخيرة. نفس الأجواء عرف إقليم قليميم، حيث قام والي الجهة بإعطاء الانطلاقة للعديد من الأنشطة المخلدة لذكرى عيد الاستقلال. يطلعنا على تفاصيلها ريبورتاج حجاب سامك ومحمد فاضل عبيدة. الأنشطة المخلدة للذكرى 57 لعيد الاستقلال المجيد بقليميم انطلقت بتحية العلم الوطني بساحة القسم. الوفد الرسمي تفقد بعد ذلك الأوراش المتعلقة بتعبيد الطرق الحضرية بمدينة قليميم، وذلك في إطار برنامج التأهيل الحضري للمدينة في الأعوام الممتدة ما بين 2010 و2015. هذا المشروع ديال تقويه طرق مدينه مختلف احياء وشوارع المدينه كاين دارج ضمن مشروع تاهيل حضاري لمدينه قليميم، وهذا المشروع هذا له اهميه كبيره بالنظر للمستوى اللي تطير المدينه حاليا. هذا المشروع كيهم 6 صفقات تكلفه اجماليه ديال 57 مليون درهم كتهم مختلف الاحياء. هو مشروع يتعلق انجز بشراكه مع مجموعه من الشركاء من ضمن وكاله تنميه الاقاليم الجنوبي وزاره الداخليه والمجلس البلدي لقلميم، ويدخل في اطار المخطط الجماعي للتنميه الحضريه ب 2010 2015. وهو مشروع يتغيي المجلس البلدي لقلميم من ورائه تهيئه هذه المدينه حتى تكون في مستوى المجهودات التنمويه. ومن اجل دعم التمدرس بالوسط الحضري انطلاق من إعداد فضاءات تعليمية تستوعب تلاميذ المنطقة، زار الجمع الثانوي الإعدادي النهضة بحي الجرامز التي ستفتح أبوابها في وجه التلاميذ انطلاقا من الموسم الدراسي المقبل. انها جات في واحد الوسط في واحد الحي اللي كيصنف ديم الاحياء ديال الهشاشه، وجات باش تكمل هذا المرافق ديال البنيه التحتيه كيف كتشوفوا مسائل كلها عندها طابع اجتماعي، فهمت؟ الغلاف المالي ديالها كيفوق واحد 7 مليون ديال الدرهم، غادي تستقبلنا في الدخول المدرسي المقبل ما بينه 500 تلميذ وتلميذه، وبهذا غادي نكونوا تغلبنا على واحد المشكل من اكبر المشاكل اللي كانت تأرق الساكنه ديال هذه الاحياء. انشطه رياضيه عرفتها المدينه على هامش تخليد
هذه المناسبة الوطنية، منها فعاليات الدورة الأولى للسباق على الطريق لفئة الصغار، حيث أشرف الوفد الرسمي على توزيع الجوائز على الفائزين والمتفوقين في مختلف السباقات التي اشتملت عليها هذه المنافسة الرياضية. إقليم سيدي إفني هو الآخر شهد ميلاد العديد من المشاريع التنموية بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال. ورش تنموية تروم دعم البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية خاصة بالوسط القروي. حافظ محضار وخالد تركسي. منشأة مائية يتم تدشينها في مستهل الأنشطة المخالدة لذكرى عيد الاستقلال، وذلك بالجماعة القروية يغزى بإقليم سيدي إفني، سد تلي سيمكن من حماية المنطقة من آثار السيولة وتدبير معقل للثروة المائية. هذا المشروع هذا هو سد كريمة، هو سد بالخرصانة متكوكة، اللي هو سد عنده واحد الحقينة ديال 3,200,000 مكعب، اللي غادي اللي يستهلك 142 يوم عمل، والعلو ديالو على الاساس هي 32 متر، وحجم الحقين القصوى هي 4,700,000 متر مكعب. هذا السد هذا غادي يجي بواحد المنفعه اللي هي جد مهمه على المنطقه قاطبه وعلى الساكنه ديال هذا النواحي بالخصوص، كما غادي ينفع بزاف مدينه سيدي إفني فيما يخص وقايه هذه المدينه من الفيضانات، اضافه الى انه غادي يغذي الفرشه المائيه وغادي يجعلها فرشه الان اللي بدات تتحول من الملوحه الى، لان بدا ملاحظه بان تتحول من الملوحه الى ماء حلو عاد بصالح للاستعمال. وبجماعه اثنين من لواء القرويه تعطى انطلاقه واشغال تهيئه دار طالبه بتكلفة مالية تناهز 320,000 درهم، مبالغ عبأتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجمعية الخيرية الإسلامية لدار الطالبة. هناك مشاريع متنوعة، بحيث أن هناك ما يتعلق بالبنية الأساسية، هناك ما يتعلق بالجانب الاجتماعي، ثم كذلك هناك ما يتعلق حتى بالجانب ديال تحسين المساحة الخضراء، حيث أنه في مرلف مثلا سيتم تدشين حتى انطلاقة ديال المشروع ديال المساحة الخضراء، وبالتالي هذا كيتبين على أنه يعني بدينا كنشوفوا مشاريع اللي هي يعني مهيكلة، ثم كذلك حتى عن التنوع، ما بقيناش غير في البنية الأساسية ولكن هناك تنوع ديال المشاريع. المشاريع التي نحن ضد التدشين ديالها بمناسبه عيد الاستقلال غادي يكون عندها واحد الوقع اللي هو مهم على الاستقرار ديال الساكنه وتدعيم هذا الاستقرار في الباديه، وهذا برنامج حكومي فيه اولويه لتدعيم السكان اللي كاينين في الباديه وتسهيل الولوج ديالهم للطرق والخدمات الاجتماعيه، لانه لا يمكن ان نتحدث عن استقرار ديال الساكنه الا بتوفير واحد الشبكه ديال الخدمات، فيها الطرق، فيها الصحه، فيها التعليم، في واحد المجموعه ديال الامور. الأنشطة المخالدة لهذه الذكرى الوطنية تواصلت بجماعة تينغرفا القروية التي شهدت إعطاء الانطلاق لأشغال ربط الطرق بالعديد من الدواوير القروية، عمليات تتوخى تسهيل ولوج الساكنة المحلية إلى الخدمات الأساسية والرفع من مستوى الخدمة الطرقية لمستعملي الطريق، فضلا عن تعزيز السلامة الطرقية بهذه البلدات القروية. رياضيا، يدخل الماراثون العيون الدولي دورته الرابعة، وقد حظي هذه السنة بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويحمل شعار الرياضة في خدمة الجهوية الموسعة. المنافسة عرفت مشاركة دولية لألمع العدائين الوطنيين والدوليين محققة نجاحا على المستوى التنظيمي. تفاصيل هذه التظاهرة الرياضية الدولية في ريبورتاج عمر ميارة، نيمان مغيفري والحنفي بيبة. حدث نصف ماراثون العيون الدولي في نسختها 14، والذي عرف مشاركة قياسية لأبطال بعض الرياضات تجاوزت 1700 مشارك. وبساحة المشور أشرف والي جهة العيون بجدر الساقية الحمراء والوفد المرافق له على إعطاء انطلاقة السباق. هناك أيضا مشاركة مكثفة للدول الخارجية ككينيا، إثيوبيا، الجزائر، تونس، تشيك، سلوفاك، إضافة إلى العدائين الوطنيين المرموقين اللي عندهم أرقام جيدة. هذا هو مجمل القول على أنه، ولكن التظاهرة على كل بكل مقاييس فالتظاهرة تظاهرة ناجحة. 21 كيلومترا مسافة مدار السباق للمنافسة على الظفر بلقب هذه السنة، كان فرصة كذلك للاستمتاع بمناظر الطبيعة الساحرة بمدينة العيون. المنافسة القوية ظلت محصورة بين أجود العدائين الوطنيين والأفارقة طيلة أطوار السباق حتى خط الوصول.
ليتوج البطل الكيني لوكارو تيشين بطلا لهذه السنة، تاركا الوصف للعداء المغربي خالد البومليلي. سباق الإناث عرف سيطرة كينيا منذ البداية وتتويج البطل أليس كيمينتو، فيما حلت البطل المغربية سمير الرايف في الصف الثاني. التنظيم كان جيدا والمنافسة كانت جد صعبة نظرا لارتفاع درجة الحرارة إضافة إلى نوعية المتسابقين. السباق كان شاقا نظرا لارتفاع درجة الحرارة ولصعوبة المدار، ما يصعب معه تحطيم الرقم القياسي. وفي أجواء احتفالية كبيرة تم تتويج العدائين الفائزين وكذا تكريم مجموعة من الشخصيات والفعاليات الرياضية، وبذلك تكون مدينة العيون قد ودعت نسخة هذه السنة برهانات استقبال أخرى أكثر طموحا وإشعاعا لهذا الموعد الرياضي الدولي. أخيرا مستجدات الأقاليم الجنوبية من خلال الصحف الوطنية صدر يوم غد الاثنين في تقرير لزميل سلك بوجدور لنتابع. نستهل قراءتنا بجديد الصحف الصادرة يوم غد الاثنين من يومية الصباح التي تخبرنا أنه تم نقل جثامين ضحايا المروحية التي سقطت بإقليم قليميم، وذكرت الصباح بأن هذه المراسيم جرت بحضور لجنة من القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية. صحيفة جود تطلعنا في آخر صدر صفحتها بأن فعاليات طلابية أعلنت عن تأسيس اتحاد الطلبة بالأقاليم الجنوبية، وذلك إسهاما منها في تفعيل دور طالب هذه الربوع في الانخراط في القضايا الكبرى للوطن والتفاعل الإيجابي مع محيطه العام. وأضافت جود بأن المكتب التنفيذي لهذا الاتحاد الطلابي أكد أن الاتحاد إطار طلابي مستقل عن أي إطار سياسي أو نقابي، مشيرا إلى أن المكتب التنفيذي المسير للاتحاد يضم خيرة الطلبة الجامعيين والذين يتابعون دراستهم العليا بمختلف المسالك والتكوينات الجامعية على مستوى الأقاليم الجنوبية ككل. ومن صحيفة أخبار اليوم المغربية نختم جولتنا الصحفية عبر جديد الصحف الصادرة يوم غد الاثنين، وجاء فيها بعد سلسلة من الاحتجاجات على الوضع الصحي الذي تصفه العديد من الجمعيات العاملة بإقليم الطنطان بالكارثي في غياب تام لمستلزمة التطبيب والوضع المتردي الذي آل إليه المستشفى الإقليمي للمدينة، أصدرت مكونات المجتمع المدني بالطنطان بيانا تدق فيه ناقوس الخطر بشأن الحالة الصحية التي يعرفها القطاع بالمدينة. وبخصوص ورقة أحوال الطقس المرتقبة اليوم غدنا الاثنين، ستكون سماء قليلة السحب لا غائمة، الرياح ستكون معتدلة مع احتمال هبوب رياح رملية محلية. فيما يخص درجات الحرارة ستتراوح الدنيا ما بين 11 درجة بطاطا و 19 درجة بكل من الزاك والقويرة، بينما ستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 29 درجة بالزاك و 23 درجة بسيدي إفني. حالة البحر بالواجهة الأطلسية، سيكون البحر هائجاً إلى قوي الهيجان من القنيطرة إلى طرفايا وهائجاً من طرفايا إلى جنوب شريط ساحلي. شروق الشمس بمدينة العيون سيكون بحول الله على الساعة 7 صباحاً و21 دقيقة، وغروب على الساعة 5 مساءً و17 دقيقة. درجات الحرارة ببعض المناطق المجاورة ستصل إلى 21 درجة بالرباط، 24 درجة بنواكشوط، 38 درجة بباماكو، 26 درجة بنواذيبو، 24 درجة بزويرات، 31 درجة بأطار، 27 درجة بسوداني، و25 درجة بالرابوني وتندوف. نهاية هذه النشرة، ونذكركم مشاهدينا الكرام أنه يمكن لمن فاتته متابعة نشرة الأخبار للأيام الثلاثة الماضية متابعة على موقعنا على الانترنت snrc.ma، كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون الجهوية وإذاعتي العيون والداخل الجهويتين من خلال زيارتكم لموقع المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراوية كوكاس.com. كما يمكنكم متابعة نشرة الأخبار وجديد البرامج عبر الآيفون وهواتف الأندرويد
وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون الجوية من الأبل ستور وجوجل بلاي. وغدا تلتقون على الساعة 4:15 مع إعادة لهذه النشرة على قناة المغربية. شكرا لكم أينما كنتم وإلى اللقاء.